السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أشرف أزكريم من الصفحة ديالي الشراء من الانترنت. اليوم وصلتني واحد الام بي 3 واحد الدري بغاني نشريها ليه ومهم عاد اليوم وصلتني وغادي نلوح واحد التصويره وهذا الفيديو ان شاء الله غادي نلوحو في لاباج ديالي. المهم انا غادي نحلها قدامكم. هي بغيت نوريكم هذيك ام بي 3 شريتها ب 2.58 دولار، لا 2.85، سمحوا لي ام بي 3. وشريتها نهار واحد في شهر 4، وصلتني اليوم نهار 23 شهر 4، يعني 23 يوم. يا بسم الله ما خلصت على ديوانه لا شي حاجه، حيت الاسئله بزاف كيسولونا واش خلصت الديوانه واش جبتها من الديوانه. واحد الدري سميتو امين الغواشي حتى هو قال لك راه خلصت على الديوانه. لي زيكوتور، شارجر، يو اس بي، ها الام بي 3 صغيره، واخا وقال ما فيهاش شي جيجا ولا شي حاجه، فيها غير سميتها كارت ميموار. ها الكابل يو اس بي، بواطا فين جات هادي كيقراوها الخارج، ما كنقراوش حنايا المغاربه داك الاتيلازاتور وصافي. وما عرفت شناهي على بواط. وشكرا على المشاهده ديال الفيديو، وكنتمنى وبغيت نقول واحد الحاجه بخصوص داكشي اللي كنت قلت في اللي بغى يشري شي حاجه يعطيني نص الثمن. انا ماشي شغلي كاع في داك نص الثمن، انا غير بغيت نعاون بنادم، وكاين بزاف بنادم ما قادرش، وكاين واحد ما عجبوش الحال كتب ليا في الصفحه بغيت يتزرب على بنادم، بغيت يطلع على بنادم، واش غادي ما ندير؟ واش غادي ناخذ 10 دراهم الدراهم واش غادي دير بها؟ نمشي نشري على راسي. اصلا انا بغيت نعاون غير الناس اللي ما عندهمش شي حاجه، بغيت نعاونهم كاع ماشي مشكل. وصافي هادشي اللي بغيت نقول، ومرحبا بكم عندي في الصفحه ديالي. شكرا. وبغيت نزيد لي بوين دابا شي نهار غادي نشرح لكم كيفاش تزيدوا لي بوين من تيني ديل.com.